بيكم، معاكم الدكتورة ريهام رفيع الشافعي استشاري السمع والاتزان. النهاردة عايزين نتكلم على مشكلة من المشاكل اللي بتقابل العيانين، وهي هنعتبرها استكمالا لمشكلة الطنين اللي بيقابل العيانين، وهو الطنين النابض. الطنين ده زي ما اتكلمنا عليه قبل كده هو الصوت او الضوضاء اللي المريض بيسمعها في ودانه من غير اي مؤثرات خارجية، يعني من غير ما يكون في اي سبب للصوت او الضوضاء دي. طبيعة الطنين ده بتختلف، احيانا بتكون صوت صفارة، صوت وش، صوت خرير الماء، اصوات كثيرة جدا. لكن في نوعية من العيانين بتشتكي ان الطنين بتاعهم ده هو الطنين النابض. يعني ايه الطنين النابض؟ يعني هو المريض بيجي يقول انا حاسس بنبضات قلبي سامعها في وداني، وبحس ان انا النبضات دي كأن النبضات موجودة ورا وداني، وده بيطلق عليه اسم الطنين النابض. طيب هذا الطنين النابض ممكن يكون على الناحيتين، ممكن يكون على ناحية واحدة. الطنين ده بيكون مضايق العيان ومؤثر عليه في حياته وبيخليه مركز معاه، يعني هو طول الوقت حاسس بنبضات قلبه سامعها في ودانه، ومخلياه طول الوقت بيفكر في الموضوع ده، ومخلياه مش قادر يركز، وزائد ان هي بتعمل عنده توتر شديد وقلق شديد، وبتخليه خايف وقلقان لسبب هذا الطنين، وبيكون خايف لحسن يكون في اي سبب مرضي خطير عامل له المشكلة دي. غير انه هو طبعا من الحاجات اللي تكون مضايقاه انه بيأثر عليه في اوقات الهدوء اللي هي اساسا بتكون الاوقات اللي الواحد داخل ينام فيها، فبيكون العيان داخل ينام او حاطط راسه على المخدة ويبتدي يحس بالنبضات في ودانه، ويبتدي الموضوع ده يقرقه ويبتدي يوتره ويبتدي يخليه مش عارف ينام، ويبتدي يخليه يفكر ايه هي المشكلة الجامدة اللي ممكن تكون تخليني يجيلي هذا النوع من انواع الطنين. الحقيقة عيان الطنين النابض ده عيان احنا بنعتبره مش العيان السهل، لان هو بيحتاج مننا فحص شامل وتاريخ مرضي شديد جدا لكل حاجة هو بيحس بيها، وكل مشكلة هو بيعانيها، وكل حاجة في حالته الصحية العامة، وطبيعة النشاطات اللي بيعملها في حياته، ونوعية الأدوية اللي بياخدها، وكل حاجة هو بيعملها عشان اقدر اكون فكرة عامة عن مشكلته ايه، وعشان اقدر ان انا ارشده ليه ايه هي الفحوصات اللازمة ليه عشان اقدر اتأكد من التشخيص المناسب لموضوع الطنين اللي عنده ده. الحقيقة الطنين النابض ده كأنه عنوان كبير تحته افرع كتيرة كتيرة قوي قوي. اول حاجة لازم نتكلم على اسبابها هي الاسباب العامة. اي سبب عام بيأثر على الدورة الدموية بتاعتنا وبيخلي فيها خلل وبيخليهاش طبيعية ممكن يعمل لي طنين نابض واحسه على هيئة صوت ونبضات في وداني. يعني مثلا من الأسباب الشائعة البسيطة الأنيميا، فقر الدم، الأنيميا دي ممكن تسبب لي المشكلة دي. أسباب الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة وفي الغدة الدرقية برضو ممكن يكون عندهم الإحساس ده. في ساعات أسباب عامة زي مثلا الحمل عند السيدات ممكن يعمل المشكلة دي. في مرض شهير بيجي عند السيدات وهو بيبقى ارتفاع ضغط الدم الحميد اللي موجود عند السيدات، وده بيكون بيصاحبه ارتفاع في ضغط الدم وبيكون معاه الطنين النابض ده، وده بيلزمه فحص كامل من الدكتور عشان يأكده، وده بيستجيب كويس قوي للأدوية والعلاجات، بس المهم اكتشافه. ممكن تكون في أسباب في الأوعية الدموية. أسباب الأوعية الدموية دي ممكن يكون في ضيق في بعض الأوعية الدموية عاملة المشكلة دي، ممكن يكون تصلب الشرايين عامل المشكلة دي. طيب الحاجات دي لازم يعرفها الدكتور ازاي؟ لازم يعرفها عن طريق التاريخ المرضي الكامل وعن طريق الفحوصات اللي هيطلبها للعيان. ممكن يكون في اسباب في الاذن نفسها، ممكن تكون في اسباب في الاذن الوسطى او في الاذن الخارجيه هي اللي مسببه لي مشكله الطنين النابض ده. ممكن تكون في مشكله في المخ او مشكله مركزيه. طبعا برضو في اسباب كتير من الأسباب اللي ممكن تكون مسببة الطنين النابض ده، وتكون المشكلة دي موجودة في المخ في أماكن معينة في المخ أو في الأوعية الدموية والأوردة اللي موجودة في المخ.
طب انا ازاي اقدر احدد ايه هي طبيعه المشكله؟ زي ما قلنا، اول حاجه لازم العيان يروح للطبيب المختص قبل ما يبتدي ان هو ياخد ادويه من نفسه او ان هو يبتدي يعمل اي حاجه. بياخد منه تاريخ مرضي كامل وبيسأله عن كل حاجة تخصه، سواء في الحالة العامة بتاعته أو في حالته الصحية أو في الأدوية أو في طبيعة شغله أو في طبيعة حياته كلها، إلى جانب إنه بيسأله على الأدوية اللي بياخدها أو إنه هو إذا كان اتعرض لأي مشكلة في الفترة الأخيرة. بعد التاريخ المرضي بيتم الفحص للمريض، فحص ظاهري ثم فحص بالمنظار للأذن، بنقدر نشوف بيه الأذن الخارجية والأذن الوسطى. بعد كده بيحتاج المريض إنه يعمل فحص سمع، لأن إحنا لازم نعرف إذا كان المشكلة دي مصاحبة لضعف السمع ولا مفيش معاها ضعف سمع. وكمان المريض بيحتاج إن هو يعمل ضغط الأذن الوسطى، لأنه ده برضو بيدينا فكرة عن الأذن الوسطى، وخاصة لما بنعمل معاها كمان الانعكاسات للأذن الوسطى. بعد كده بنحتاج ان احنا نعمل بعض التحاليل العامة اللي هي الدكتور بيختارها على حسب رؤيته للمريض وعلى حسب شكوته ليها، سواء تحاليل الدم المختلفة او تحاليل لبعض الهرمونات او بعض التحاليل اللي الدكتور بيحددها للعيان. بعد كده لازم نرجع للأشعات. الأشعات مهمة جدا معايا في تشخيص المرضى اللي بيشتكوا من الطنين النابض. الأشعات كثيرة والأشعات مهمة جدا، لأن هي بتديني فكرة وبتديني رؤية لأماكن أنا مش قادرة أشوفها، وبتخليني أعرف إيه هي مشكلة العيان ده، وبتخليني أعرف هو النبض ده حسه منين بالظبط. أول حاجة الدوبلر. الدوبلر ده بنحتاج ان احنا نعمل دوبلر على الاوعية الدموية، بيدينا فكرة كويسة جدا اذا كانت الاوعية الدموية سليمة، سواء فيها في مجرى جريان سريان الدم فيها او في قطرها، او اذا كان وجود اي ضيق في الاوعية الدموية، او اذا كان في وجود بعض تصلب للشرايين في الاوعية الدموية. بعد كده بنحتاج ان احنا نعمل رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي ممكن بيطلب يكون رنين مغناطيسي على المخ عادي، واحيانا بيكون رنين مغناطيسي بالصبغه. بعد الرنين المغناطيسي بنحتاج الرنين المغناطيسي وهو مش رنين مغناطيسي عادي، ده بيتعمل على الاوعيه الدمويه. الرنين المغناطيسي على الاوعيه الدمويه ده مهم جدا جدا، وبيديني فكره رائعه عن الاوعيه الدمويه الموجوده في المخ، سواء الاورده او الشرايين، عشان تديني فكره عشان اقدر احدد واشخص ايه طبيعه المشكله بتاعت العيان دي. بعد ما الدكتور بيعمل التاريخ المرضي ده ويعمل الفحص الشامل، سواء الظاهري او سواء اللي بالمنظار او التحاليل الطبيه اللي بيطلبها، ويعمل الاشعات المطلوبه للمريض، بياخد فكرة عن مشكلة المريض، وبيقدر ان هو يساعده، وبيقدر ان هو يوجهه صح، ويقدر ان هو يخلصه من مشكلته ان شاء الله. ونتمنى ليكم تمام السلام والعافية.